أغرب التقلبات التي مر عليها فريقه، فالوصل بدأ قويا ومن ثم تراجع تدريجيا، إلا أن إيميليانو ألفارو ظل لشباك المنافسين وفيا يصافحها بأهدافه كلما واجهها. ومن دبي ينضم إلينا بالصوت والصورة مهاجم فريق الوصل الأوروغوياني ألفارو نجم الجولة. بداية أرحب بك ألفارو على شاشة الوضب الرياضية وبتحديد في برنامج جيم أوفر. ما هذا اللي سكرنا الصوت؟ يعني هدر على الصوت. Bueno, muy bien. شيء جيد انا اسمعه، ولكن بالنسبه هناك بعض التاخير في وصول الصوت، ممكن اعاده السؤال لو سمحت؟ في البدايه ارحب فيك، راح ابدا معك الاسئله، لكن بعد استعراض التقرير كابتن ألفارو، هو حامي او عفوا كانوا الافضل من بين زملائهم، ادائهم وخططهم انعكست على نتائج فرقهم، لمعرفة من هم الأفضل بحسب اختيارات محللي جيم أوفر نتابع التقرير التالي. رفض الانصياع للرقابة الدفاعية اللصيقة التي طلبها المدرب باكيتا من دفاع الشباب، فأشغلهم بتحركاته الكثيرة وغلبهم بحضوره المميز، فسجل ثنائية منحت الوصل انتصارا ثمينا على الشباب، فكان الأورغوياني إيميليانو ألفارو أفضل لاعبي الجولة 22. إذن مشاهدينا تابعنا أفضل الأسماء نجوم الجولة الذين حصدوا التميز في الجولة 22، ونعود للحديث مع نجم هذه الجولة الأبرز إيميليانو ألفارو لاعب فريق الوصل الذي ينضم إلينا من دبي عبر الأقمار الاصطناعية. ألفارو، إذا كنت تسمعني، بداية قدت فريق الوصل للاستمرار في نتائجه الإيجابية وتوازنه بفوز مهم جدا وبهدفين جميلين كانا كافيين لأن يحصد الوصل الأهم وهي الفوز والثلاث نقاط. أولا مساء الخير، وهذا شيء جيد، أشكر الذين اختاروني أنا كلاعب الأسبوع، وبالتأكيد أني أنا أريد أن نجحت مع كل زملائي، لذلك نحن نلعب بمجموعة، وأشكر أيضا زملائي الذين يساعدونني والناس الذين اختاروني. نعم ألفارو، ربما يرى الجميع بأن الوصل مر بظروف صعبة هذا الموسم، تذبذب في المستوى في أوقات ربما لم يكن فيها الفريق في وضعه الطبيعي، لكن ألفارو استمر ببذل مجهود كبير طوال تلك المباريات، ربما كان اللاعب الأميز طوال هذه الفترة. حدثني عن تجربتك مع الوصل في مختلف الظروف. بالنسبة لي ليست تجربة، لأنني أيضا هناك من البداية كنا نريد أن نكون في مركز متميز في هذه الدوري، وأصبحت لدينا جولة، وأنا أيضا لابد أن نفكر أن هناك تغيير مدرب، ثم بعد ذلك أصبحنا في حالة أفضل، وأيضا بالنسبة للجماهير أيضا ساعدوني كثيرا، لذلك أنا أعطي كل ما لدي، لذلك
لذلك هذا شيء عادي، واعتقد ان بالنسبه لي النتائج الجيده، واعتقد اتمنى ان نستمر حتى نمر نلعب بنفس الطريقه التي لعبنا بها المباراه الاخيره. الوصل ربما يحمل نفس الاسماء، يلعب منذ بدايه الموسم بمعظم الاسماء التي تتواجد في الفريق، بعد فتره ميتسو ماذا حدث للوصل؟ وهل الان استعاد عافيته مع المدرب عيد باروت؟ أنا أعتقد أننا نتطور كثيرا، خاصة مع العمل مع المدرب الجديد كما ذكرت، وأيضا غيرنا في طريقة لعب الفريق ونقوم بعمل كبير جدا، لأن ننظر دائما إلى الأمام، ومن حسن الحظ أن النتائج تأتي أيضا. وإذا استمر بالنسبة لدينا في هذه المباريات الأربعة المتبقية أن نلعب بنفس الطريقة، أعتقد أننا سنكون في مرتبة أحسن، في مركز أحسن من الذي نحن فيه الآن. الوصل فريق كبير، وربما من الفرق التي كانت يعني تسيطر كثيرا في سنوات ماضية على البطولات. في الفترة الماضية لم يعش لا الوصل ولا جمهوره في وضع طبيعي، ماذا يحتاج الوصل لكي يعود منافس بشكل أكبر في السنة القادمة؟ أنا أعتقد أن أيضا مع برونو بدأنا في طريقة أخرى، وكانت هناك أيضا تغيير المدرب برودو موتشو، وكلنا فعلا من حوله، ولكن أعتقد أنه بعد ذلك هناك نحن دائما نلعب من أجل المركز الأول، ولكن أكيد أن الوصل فريق كبير، وأيضا من خلال ما سمعت أنا ومن تاريخ هذا النادي الذي سمعت عنه، هذا أنا أعتقد لا ينقص شيء، ولكن نحن نحاول هذا الموسم أن نكون في أفضل مركز حتى نبدأ الموسم القادم بنفس الطريقة، ربما سنكون نلعب من أجل اللقب، وهذا شيء منطقي بالنسبة لنا في الموسم الماضي، ونريد أن نتحسن حتى الموسم أو الدوري نفسه قد تحسن أيضا، وأعتقد أننا نلعب في دوري جيد وسنلعب من أجل اللقب في الموسم القادم. مستقبل ألفارو مع الوصل كيف هو؟ هل تحدث ألفارو مع الإدارة؟ وسمعنا بأنك أنباء عن تجديد واستمرارية لألفارو مع نادي الوصل. أنا أنهي عقدي مبدئيا في يوليو، ولكن لدي خيار أي أنه أيضا ما الذي يقول الوصل النصر الذي يقول مع، ولكن ليس لدينا إلى حد الآن بالنسبة لي، أنا في وضع جيد ومرتاح مع هذا النادي، وهو نادي كبير وهذا واضح جدا من يوم إلى يوم، لذلك لن أذهب إلى ملعب إلى فريق آخر، نحن سنلعب من أجل اللقب، وسنرى ما الذي سيحصل في شهر يونيو، وبعد ذلك سنرى ما الذي النادي وهو الذي سيتخذ القرار. نعلم بأن ألفارو استقبل مولودا جديدا في الأيام القليلة الماضية، كيف هي الحياة في دبي مع عائلتك ألفارو؟ وهل هذا الجو العائلي هنا في دبي يساعدك على الاستمرارية مع الوصل؟ جيد جدا جيد جدا. أيضا قد ولد هذا المولود الجديد، وكان الأمور جيدة مع زوجتي والعائلة كلها، ونحن مع عودة الحرارة ربما، ولكن نحن نستمتع بهذه الأجواء بالحياة هنا، وكانت شيء جيد، ويعاملونني بطريقة جيدة جدا، والناس هنا طيبون جدا. أختم معك، كيف هو تقييمك للدوري؟ حسم الدوري قبل 4 جولات، العين هو البطل، وتقريبا الأهلي الأقرب لحظ المركز الثاني، كيف ترى هذا الموسم دوري الإمارات؟ إيه
أعتقد أن البطولة هذه فيها تنافس كبير جدا، هناك العديد من اللاعبين المواطنين جيدين جدا، وهناك أيضا محترفين من مستوى جيد، لذلك أعتقد إلى حد الآن هناك تطور، وأعتقد أن هذا التطور سيستمر بهذه الطريقة. وكما ذكرت سابقا أنه على مستوى الدولي نحن فعلا المنتخب أصبح ينافس أيضا، لذلك هذا يأتي نتيجة على نتيجة أن الدوري شيء جيد، ونحن كنا في كأس الخليج أيضا برأنا أن هناك منافسة جيدة وننافس كلنا، لذلك أتمنى أن في الموسم القادم أن يفوز الوصل باللقب حتى نبرهن للناس وللجماهير أننا قادرون على ذلك. أشكرك ألفارو، استحقيت نجومية هذه الجولة، ومبروك لك أكيد وللوصل الفوز والثلاث نقاط، وبالتوفيق فيما تبقى لك مع الوصل ومستقبلك مع الفريق. شكرا جميلا لكم. شكرا لك ألفارو.